40 يوما مر على حادثة مستشفى ابن الخطيب، وأهالي الشهداء لا يزالون بجرحهم وحسرتهم على من فقدوهم، ومما فاقم جرحهم أكثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. يقول أهالي الشهيد كاظم الساعدي أن الإجراءات لا ترقى لجسامة الحدث وفظاعته، وأن توصيات اللجنة التي شكلت في جلها عمومية وإنشائية لا تتسم بالاختصاص والاحتراف ولا تضع يدها تماما على الجرح، فضلا عن أن أهالي الضحايا لغاية الآن لم يتم شملهم بحقوق الشهداء ومعاملاتهم تسوف. بالحقيقة الإجراءات كانت ضعيفة جدا، وأي لجنة ما شفنا من اللجان المشكلة من رئاسة الوزراء كل اللجان مفقودة، وماكو أي شخص زارنا في من استشهاد الحاج لهذا اليوم. ودعت أطراف نيابية إلى ضرورة فتح هذا الملف ومحاسبة المقصرين، وأن لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام، مؤكدين أن جميع الإجراءات المتخذة لغاية الآن شكلية ولا تمت للواقع بصلة. هاي أرواح ناس ما ممكن أن تمر يعني هيك بهالسهولة. المفروض كحكومة لحد الآن لم تتخذ أي إجراءات بحق المقصرين، فقط أنه استقالة السيد الوزير، وأعتقد السيد الوزير يعني هذا الشيء قدم استقالته شيء جيد، لكن الأسباب الحقيقية لحد الآن غامضة ولم يتم معاقبة المقصرين. وهزت فاجعة ابن الخطيب العراق من شماله إلى جنوبه، راح ضحيتها 82 شهيدا وعشرات الجرحى، لتكشف مدى الإهمال في المؤسسات الصحية العراقية وعدم احتوائها على أبسط أنظمة الأمان وشروط السلامة المعتمدة في دول العالم. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية،